سعيدين جدا بتواجدك معنا اليوم دكتور ومنور الشاشة أكيد، وحابين نعرف منك اليوم إيش هي أشهر اضطرابات الهرمونات بالنسبة للنساء؟ طيب أول شيء أهلاً وسهلاً، مساء الخير على الجميع إن شاء الله. طيب هو طبعاً الاضطرابات نتكلم من الناحية النسائية إحنا أو من ناحية الطب النسوي والولادة. طبعاً أكثر شيء يعني خلينا نقول الهرمونات اللي تأثر على الدورة الشهرية، أنت عارف الدورة الشهرية هي أكثر شيء يعني النساء مرتبطين فيها من ناحية طبعاً طبية، من ناحية عاطفية، من ناحية وهي لها علاقة بموضوع الحمل والولادة والبلوغ وانقطاع الدورة كلها مع بعض. فتنظيم الدورة اللي ينظمها الهرمونات، والهرمونات ينظمها التبويض. فطبعا الناس اللي يصير عندهم اختلاف في الهرمونات نتيجة اختلاف التبويض هم اللي يحصل عندهم لخبطة في الدورة الشهرية. طيب خلينا نقول كذا، احنا خلينا نقول معلش انا اطفشكم ده الموضوع، اللي ينظم الهرمونات اللي ينظم الهرمونات التبويض. التبويض تبدا مع الوحده لما تبدا البلوغ، بس اللي يحصل مع البنات اول ما يبداوا البلوغ يكون المبيض عندهم لسه صغير، لسه غير ناضج، يعني يحصل التبويض شهر وشهر لا، شهر وشهرين لا. ففي دي الفتره تلقى الهرمونات عندهم ملخبطه وتلقى عندهم الدوره متلخبطه. هذا التلخبط في الدوره، هذا التلخبط خلينا نقول طبيعي او فسيولوجي يحصل عند البنات اول ما يبداوا مرحله البلوغ. نفس الشيء ده يحصل عند السيدات قبل فتره الانقطاع، فلما تتقدم الوحده في السن ويبدا المبيض عندها يضعف تبدا تلخبط عندها التبويض نتيجه ضعف المبيض، وبالتالي تتلخبط عندها الهرمونات وتتلخبط عندها الدوره. هذه اللخبطه نسميها الفسيولوجيه الطبيعيه اللي تحصل عند كل الناس بطريقه غير مرضيه. في النص في بعض الهرمونات زي الناس اللي عندهم مثلا اختلاف في الغده الدرقيه او اختلاف في هرمون الغده الدرقيه ياثر لهم على هرمونات التبويض وتلخبط لهم الدوره. الناس اللي عندهم يعني انا شوف متردد من اول اقول كرمه هرمون الحليب، ليه؟ لانه هرمون الحليب احنا نقول عنه يعني اوفر ريتد، الناس كثير يلوموا هرمون الحليب على موضوع الدوره، وكثير من الناس يعتقدوا انه هرمون الحليب عندهم غير منتظم، بس هو يكون عندهم منتظم. ولكن عشان ندي المعلومه صحيحه، الناس اللي عندهم اختلاف في هرمون الحليب بنسبة عالية نعم قد يؤثر على التبويض وعلى الدورة الشهرية. وفي طبعا الكاتيجوري الأخير الثالث أو الرابع خلينا نقول اللي هم الناس اللي عندهم تكيسات المبايض. الناس عندهم تكيسات في المبايض عندهم لخبطة في التبويض نتيجة خلل في الهرمونات، يكون عندهم ارتفاع شوية في هرمون الذكورة فيعمل لهم لخبطة في التبويض. فزي ما عملنا سمري اللخبطة الفسيولوجية الطبيعية حقت الأعمار في الأول وفي الأخير تكيسات في المبايض. جميل دكتور، إيش تأثير اضطراب هذه الهرمونات على السيدات والبنات؟ إحنا بنعرف طبعاً التأثير النفسي ممكن يتعرضوا لضغوطات نفسية أو تقلبات في المزاج إلى آخره، لكن هل في عوامل أو أشياء أخرى ممكن تحدث وكمان ممكن لا سمح الله تشكل خطورة سواء كانت نفسية أو جسدية أو فسيولوجية؟ اللي تلخبط عندها الدورة مسكين اللي يروح فيها الزوج، يعني هو اللي ينصب عليه المشاكل، لكن زي ما تفضلتي أنت يستحمل كثير، لازم مو على كيف، وهذا يبغى لازم يستحمل. طيب فبالنسبه للاضطرابات زي ما تفضلتي، في الاضطرابات اللي هي النفسيه والى اخره، وفي لا تغيرات صحيه. انا ترى عندي صوت الاذان طالع فما اعرف اذا اثر هذا. الحمد لله على نعمه الاسلام. طيب خلينا نقول غير الاضطرابات قد يتاخر الحمل عندهم نتيجه اضطرابات الهرمونات، وزي ما انت تفضلتي موضوع النفسيه، في اشياء ثانيه طبعا مرضيه لكن على المدى البعيد. يعني دائما نقول للناس اذا الدوره تاخرت اكثر من 3 شهور لازم ينزلوها. طبعا لما تتاخر الدوره نتيجه اضطراب الهرمونات في نوعين من ذا الشيء، في ناس اللي هم عندهم ضعف في التبويض هذا ما يقدر ينزل الدوره، المبيض نفسه ضعيف يعني خلاص ضعف المبيض عنده وحيتوقف عمله، اوكي. لكن الناس اللي عندهم تكيسات وعندهم اضطراب في التبويض وليس ضعف في التبويض، اضطراب في التبويض لازم ينزلوا الدورة كل 3 شهور بحد أقصى، لأنه على المدى البعيد، المدى البعيد بتكلم على سنين، 2 و3، ممكن لا قدر الله تختلف عندهم الخلايا وتتحول من خلايا سليمة إلى خلايا لا قدر الله سرطانية أو ما قبل السرطانية. هذا في حال ما نزلوا الدورة كل 3 شهور. جميل دكتور، كيف في عوامل الاضطرابات الهرمونية؟ الأول أخوي
عبد الله اللي هو قلنا الخطط الدورة أكيد، لكن قصدي إذا في مسبب آخر لاضطراب الهرمونات، يعني لو قلنا اللي عندهم هرمون الحليب خارب لهم الهرمونات إن صح التعبير، ما تحيكون عندهم علامات هرمون الحليب اللي هو الحليب اللي يطلع من الصدر، بعضهم يكون عندهم صداع مزمن، بعضهم يكون عندهم اضطراب في النظر، الناس اللي عندهم لخبطة في الغدة الدرقية ملخبطة لهم التبويض حيكون عندهم أعراض الغدة الدرقية اللي هي قد تتراوح من عفوا إسهال لإمساك أو شعور بالبرودة أو شعور بالحرارة حسب من حالة إلى أخرى، الناس اللي عندهم تكيسات وعندهم اضطراب في الهرمونات يكون عندهم أعراض التكيسات. إيش أعراض التكيسات؟ زي ما إحنا قلنا الاضطراب الهرموني عند السيدات هذول إنه يكون عندهم هرمون الحليب هرمون عفوا الذكورة شوية أعلى عن الطبيعي، يعني كل السيدات عندهم هرمون ذكورة زي ما الرجال عندهم هرمون أنوثة بنسبة معينة، السيدات عندهم هرمون ذكورة بنسبة معينة. اللي عندهم تكيسات هرمونات مزعجة زي الشعر الزايد، الحبوب الزايدة، السمنة اللي في البطن، مش سمنة السيدات اللي في الأرداف، سمنة الرجال اللي في البطن، فهذه أعراضهم. بعضهم يكون عندهم بعض التغييرات في الجلد، بقع كده بنية شوية وحاجات زي كده، تساقط في الشعر بعضهم، فهذه مش اضطراب، مش علامات اضطراب الهرمونات، هذه العلامات الأمراض المسببة لاضطراب الهرمونات. واضح دكتور. سمعنا كمان أن التكيس المبايض شيء جدا شائع بين البنات والسيدات، لكن إيش السبب؟ إيش السبب بارتفاع نسبة تكيس المبايض؟ ولأنه صراحة شيء يعاني من البنات خصيصا، سواء كان ممكن نفسيتها تتعب، ممكن حالتها كمان الصحية تتعب، فايش سبب انتشار هذا الشيء؟ هو هو يمكن الموضوع هو خلينا نقول يعني يمكن اختلف شويه، ما اقدر اقول انه هو بس ترى، وهذه معلش معلومه خليني استفيد من وجودي على التلفزيون واوجهها للناس، كثير ناس تحب تعرف السبب، واحنا الدكاتره نحب نعرف السبب، وربنا جعل لكل شيء سبب، ولو عرفنا السبب نقدر نعالج. المشكله كثير من الأمراض ما نعرف أسبابها، نعرف نعالجها لكن ما نعرف أسبابها. ليش الزائدة تلتهب عند فلان ما نعرف، ليش هذه جهة حصوة في المرارة ما ندري، ليش هذه يجيله ذئبة حمراء، هذا يجيله تصلب لويحي، البنت الصغيرة ذيك يجيها سكر ومسكينة تحتاج أنسولين، وهذا يجيله المرض الفلاني. ترى كثير من الأمراض ما نعرف ليش فلان مو فلان، لكن نعرف نعالجها، نستأصل الزائدة، نشيل المرارة، ندي دواء أنسولين للسكر، لكن ما احنا عارفين احنا كبشر لسه السبب، بمعنى السبب اللي نقدر نحاربه. فنرجع لسؤالك مرة ثانية، السبب ما في سبب لموضوع التكيسات، لكن التكيسات خلينا نقول من الأمراض اللي هي نسميها runs in the family، يعني هي ما هي أمراض وراثية، ما تورث من الجدة للأم من الأم للبنت، لا هي runs in the family وبنت عمهم واثنين من بنات عمهم الثانيين وزي كده. فتلقى يعني الحالة هذه، أنا ما أحب أسميها مرض لأنها هي حالة تكون منتشرة في عيلة عن عيلة، بس ما نعرف إيش سببها، وهي ما هي منتشرة، يعني ما نقدر نقول هي منتشرة، بس هو بعض الناس مشخصين غلط. ترى أنا كثير من اللي يجوني ومشخصوا، يعني تم تشخيصهم، حلو مشخصين، إذا تم تشخيصهم بالتكيسات يكون التشخيص غير صحيح. من أهم، شوفي موضوع مهم في التكيسات، من أهم الأشياء يعني التكيسات تشخيصه كلينيكي، يعني تشخيصه بالأعراض وليس بالتحاليل ولا الأشعاعات. نعم الأشعة تساعد على تأكيد التشخيص ولكن لا تشخص، التشخيص تشخيص كلينيكي يعني بالأعراض، ومن أهم الأعراض اضطراب الدورة، يعني تجيني واحدة دورتها منتظمة لا أبغى أسمع أو ما أبغى أسمع إنه عندها تكيسات، إنه ما عندها تكيسات، إذا دورتها منتظمة ما عندها تكيسات. بس اذا بنتكلم على يعني من اهم النقاط، واجين هنا احنا بنوجه رساله للشباب، والهذا الشباب اللي بنقول يلعب ولا يمارس وكمال اجسام، بعضهم الله يهديهم ويسامحهم ياخذ هرمون تستوستيرون، هذا جدا حاجه يعني مضره وسيئه، وتاثر على اخصابهم بعدين، تاثر على كثير اشياء، يعني ترفع لهم العضلات، قد ترفع لهم حتى القدره الجنسيه كهرمون التستوستيرون، لكن العمل الخصي
او انتاج الحيوانات المنويه. طب ما بنقول كل الناس كذا، لانه مره كتبت هذا الموضوع ارسل لي واحد الخاص قال لي انا عندي اطفال وانا استخدم تستوستيرون. احنا بنتكلم بوجه عام، اذا هذه المجموعه تستخدم تستوستيرون وهذه ما تستخدم، المجموعه اللي تستخدم عندهم اكثر صعوبه في الانجاب، عندهم اكثر مشاكل في القدره على الانجاب والامور هذه. يعني اغلب اضطرابات الهرمونات عند الرجال هي مفتعله بسبب اخذهم للهرمونات، لكن نعم بعض الناس قد يكون عنده اضطراب في نقص شديد في هرمون التستوستيرون، هذه حالات مرضيه نادره، اعتقد بلاش ندخل في تفاصيلها. صحيح دكتور، للاسف الكثير من الاشخاص بيعرضوا اجسامهم لاشياء اكيد حتضر صحتهم، والغذاء والمكملات اشياء جدا ضروريه الواحد ينتبه متى ممكن يتناولها، كيف ممكن يتناولها. فهل الغذاء او الاطعمه او العلاجات او بالاصح ايش العلاجات اللي ممكن نتجه لها ومنها الاطعمه؟ طيب وشوفي، احنا بوجه عام ربنا خلقنا عشان ناكل الاكل الطبيعي، يعني ما خلقنا عشان ناكل ناخذ. انا الحين ما ضد المكملات، انا احيانا اخذ مكملات وعندي كثير من المرضى انصحهم ياخذوا بعض المكملات، لكن السبب هو انه تغذيتنا سيئه. لكن احنا ربنا خلقنا انه ناكل الاكل الموجود، هذا هو، ما خلقنا عشان ناخذ مكملات. ولكن بسبب لخبطتنا في التغذيه وتغذيتنا ما هي كويسه وصرنا ناكل كثير جنك فود او يعني برضو ما ضد الوجبات السريعه، لكن بقصد اذا اكلنا سيء نعم ساعات نضطر انه بناخذ اشياء تعوضنا. يعني كثير عندنا نقص في فيتامين د، ما بنتعرض للشمس، ما بناخذ فيتامين د، فهذه من الاشياء الكثيره اللي نحتاجها. الناس اللي بيقول لهم ناخذ اللي ياخذوا حق زيت السمك، هذول الناس اللي ما بتاكل سمك. طب في ناس ما بتاكل اسماك، ما بتناول اكلات بحريه، فيضطروا ياخذوا هذه الاشياء. لكن او بالتخصيب عندنا او بعمل الحياه المنويه والخصية والعفوا المبيض، احنا بنتكلم على فيتامينين، فيتامين سي وفيتامين اي، اللي هم نسميهم باللغة العلمية مضادة للأكسدة، الأنتي أوكسيدنتس. فالمثبت علميا كمضاد للأكسدة الفيتامين سي والفيتامين اي. باقي الفيتامينات يعني عندي تحفظ أنا عام عليها، ف يا خلينا في السي والاي. خلينا في السي والاي. يوجد فرق بين اضطراب هناك وخلفها؟ نعم اضطراب، يعني هو يعني خلينا نقول، يعني عشان لا يكون الموضوع لغوي، خلينا نقول في بعض الناس عندهم لخبطة في الهرمونات، يعني اضطراب زي ما انت تفضلت، يعني المبيض شغال. احنا قلنا المصدر حق الهرمونات بالنسبة للسيدة هو المبيض، صح؟ فإذا قلنا في ناس عندهم اضطراب، عندهم لخبطة، غير اللي عندهم توقف باللغة العامية الدارجة اللي أنا ما أحب الاسم ده، اللي هو سن اليأس المبكر، لأنه أنا عندي برضو مشكلة على كلمة سن اليأس، لكن على المهم توقف المبيض المبكر خلينا نقول، اللي هم السيدات اللي أو البنات اللي تقطع دورتهم قبل الأوان. يعني المفروض الناس في عمر 50-49-49 هذا الأفريج. في بنات عندي من المرضى المراجعين عندي عمرهم 20 متوقف مبيضهم، هذه عندها خلل في يعني خلل معين عمل لها توقف في المبيض. هذا غير اللي عندها تكيسات، اللي عندها تكيسات لا، عندها اضطراب في الهرمونات. مجرد ما عدلنا الهرمونات او عدلت هي وزنها او اديناها منشطات هيرجع يشتغل المبيض مره ثانيه. المبيض عندها شغال لكن في اضطراب في الهرمونات، اما هذيك لا، مبيضها نفسه موقف. واضح دكتور، وشكرا لك على هذه المعلومات القيمه، سعدنا جدا بلقائك اليوم، يعطيك الف عافيه. سعيد بكم ليلك عبد الله، طريقه جميله. لقاء جدا جميل معك دكتور، باذن الله حيجدد لقاء معك في يوم من الايام. الف شكر لك. شكرا. مشاهدينا اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بفقرتنا الطبيه لليوم، حنتوجه لفاصل قصير وحنكمل معاكم حلقه.